هنا ننتقل إلى ماذا؟ إلى لا النافية للجنس. هنا من الحروف الناسخة، لا النافية للجنس يا إخوة هي من الحروف الناسخة، وتعمل عمل إن، فتنصب اسمها هنا وترفع طبعا، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وسميت بذلك لأنها تنفي خبرها عن جنس اسمها، تنفي الخبر ماذا؟ عن جنس اسمها. بمعنى أننا مثلا إذا كنا لا كسول ناجح، فإننا ننفي جنس النجاح عن كل كسول. فهمتم هذا؟ يعني ننفي هذا عن كل شيء. يعني مثلا إذا أنا قلت لا مؤمن كاذب، إذا أنا أنفي الكذب عن جميع المؤمنين. فهمتم هذا؟ كذلك هنا كنا أنها ترفع المبتدأ، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى ماذا؟ خبره. ولكن هي يوجد لها شروط. يوجد لها ماذا؟ شروط. أولا أن يكون الاسم والخبر نكرة، يعني اسمها وخبرها ماذا؟ نكرتين. فهمتم هذا؟ يعني أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. مثل ماذا مثلا؟ لا مؤمن كاذب، إذا مؤمن نكرة وكاذب ماذا؟ خبر. إذا هنا مؤمن اسم لا النافية للجنس، وكاذب خبر لا النافية للجنس. فهمتم هذا؟ كذلك قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن. إذا إله، إذا هنا لا اسم طبعا لا النافية للجنس، تعمل عمل إن، حرف مبني على السكون. إله اسم لا النافية ماذا؟ للجنس، مبني على الفتح في محل نصب. فهمتم هذا؟ طيب والخبر هنا محذوف، والتقدير لا إله موجود إلا هو. فهمتم؟ طيب بعد ذلك ألا يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل، يعني لا يفصل بينها وبين الاسم. فهمتم هذا؟ يعني مثلا لا تقل مثلا لا يوجد خائن بيننا. فهمتم هذا؟ لا يجوز، لا نفصل بينها وبين اسمها، يعني لا يجوز. فهمتم هذا؟ إذا هنا ومن يضلل الله فلا هادي له، إذا هادية فلا هادية، اسم لا النافية للجنس. فهمتم هذا؟ وله طبعا الجر والمجرور هنا متعلق بمحذوف خبر لا. إذا هنا انظروا هنا لا النافية للجنس لم يفصل بينها وبين اسمها بفاصل. فهمتم هذا؟ أما إذا فصل فإنه يلغى العمل. يعني مثلا تقول مثلا لا بيننا خائن ولا مخادع. انظروا لا بيننا، إذا فصل بين الاسم وبين ماذا؟ بينها وبين اسمها. فهمتم هذا؟ وجاءت كلمة بيننا التي هي الخبر. ألا تسبق بماذا؟ بحرف جر. فإن سبق بحرف جر فتقوم بعدها اسم مجرور. يعني مثلا إذا قلت مثلا الطموح بلا كفاح فشل، بلا كفاح، انظروا إذا هي جرت، إذا كفاح اسم مجرور. فهمتم هذا؟ ولا هنا ستكون لا عمل له. إذا هنا إذا أنا قلت مثلا لا مؤمن كاذب، إذا هنا لا حرف لا النافية للجنس. هنا لا النافية ماذا؟ حرف نافي لماذا؟ للجنس. ومؤمن ماذا؟ اسم لا النافية للجنس، للجنس. وكاذب هنا ماذا؟ خبر لا النافية للجنس، خبر لا النافية للجنس. صحيح؟ طب هنا نحن قلنا مثلا أن يكون الاسم والخبر نكرة، صحيح؟ جيد. هنا يعني مثلا لم نضع هنا ألف ولا مثلا، أو لم نضع هنا مثلا ألف ولا، لأننا لو وضعنا ألف ولا سيلغى العمل، سيلغى عمله. يعني مثلا أنا قلت مثلا لا الماء في الصحراء ولا النبات، مثلا لا الماء في الصحراء. فهمتم هذا؟ ولا النبات. إذا هنا يعني إذا جاء اسمها معرفة فلا تعمل، ووجب التكرار، يعني وجب أن تكرر. يعني مثلا لا الماء في الصحراء ولا النبات، تكرر المثال مرة أخرى. فهمتم هذا؟ كذلك انظر لا بيننا خائن مثلا، إذا أنا قلت مثلا انظر لا خائن نحن نقول لا خائن بيننا. انظروا هنا، نعم ليست مشكلة، هذا اسم لا النافية للجنس. نقول إذا نحن نريد لا النافية للجنس نقول لا خائنة، إذا هذا اسم لا النافية للجنس. فهمتم هذا؟ ونكرة ليست مشكلة. أما إذا أنا
فصلت بين لا وبين ماذا؟ الاسم. يعني قلت هكذا: لا بيننا خائن. سنقول ايضا: ولا مخادع. ماذا حدث هنا؟ اذا هنا فصلت بين الاسم وماذا؟ ولا، بفاصل بيننا. فهمتم؟ اذا هنا لا تعمل، لا تعمل، وتكرر هنا: لا بيننا خائن ولا مخادع. فهمتم هذا؟ نعم. نعم. كذلك ايضا اذا اتى قبلها حرف جر، فهمتم؟ سيكون ما بعدها اسم ماذا؟ اسم مجرور ولا تعمل. اذا هنا شروط عمل لا ينافي الجنس: ان يكون المبتدا والخبر ماذا؟ يعني ان يكون اسمها، ان يكون اسمها وخبرها نكرتين. الا يفصل بين، الا يفصل بين، بين لا واسمها. فهمتم هذا؟ فان فصل يجب التكرار، يعني تكرر: لا بيننا خائن ولا مخادع، هكذا. الا تسبق بحرف جر، لان لو سقط بحرف جر ما بعدها سيكون اسم مجرور، سيبطل العمل. فهمتم هذا؟ وهنا يوجد تنبيه مهم، انه توجد كلمات دائما تاتي نافيه للجنس. انظر: لا شك، لا واسمها. فهمتم هذا؟ لا شك، لا جدال، لا ريب، لا نزاع، لا بد، لا حياة، لا يأس، لا حول، لا طاقة، لا سعادة، لا أمانة. تأتي جماعة اسم لين نافية للجنس، وما بعدها يكون ماذا؟ خبر لين نافية للجنس. فهمتم هذا؟ قال الله تعالى: قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. إذن لا هنا نافية للجنس، وطاقة اسم لين نافية للجنس طبعا، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر. فهمتم هذا؟ طيب، بعد ذلك ننتقل إلى صور اسم، صور اسم لين نافية للجنس، وهذا مهم جدا. هنا أول شيء أن يكون مفرد، أن يكون ماذا؟ طب ما معنى اسم لين نافية للجنس؟ نحن ليس خبر لين نافية للجنس، اسم، أقسام اسم لين نافية للجنس، ليس خبر. فهمتوا هذا؟ أولا مفرد. ما معنى مفرد؟ يعني ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، يعني كلمة واحدة. ممكن تكون هذه الكلمة مفرد أو مثنى أو جمع. طب ما إعراب اسم لا النافية للجنس المفرد؟ المفرد يعني ليس مضاف، إذا كان ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف ماذا؟ إعرابه أنه يكون مبني، يعني يبنى على ما ينصب به. فإن كان ينصب بالفتحة فيبنى على الفتحة، وينصب بالياء يبنى على الياء. يعني مثلا مبني اسم لا النافية للجنس مبني على ما ينصب به في محل نصب. يعني مثلا أنا قلت: لا مهملة محبوب. إذا مهملة اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح. لماذا مبني على الفتح؟ لأن في الأصل اسم المفرد يبنى على الفتح، ينصب بالفتح. فهمتم؟ إذا مبني على الفتح في محل النصب. طب هنا أنا قلت: لا رجلين مهذبان. إذا رجلين اسم لين نافية للجنس مبني على الياء في محل النصب. فهمتم هذا؟ كذلك أيضا: لا مهملات ناجحات، بدون تنوين. إذا مهملات اسم لين نافية للجنس مبني على الكسر في محل النصب. فهمتم هذا؟ لأن في الأصل جمع المؤنث ينصب بالكسرة، لذلك اسم لا النافية للجنس المفرد يبنى على ما ينصب به. فإن كان ينصب بالياء يبنى على الياء، ينصب بالكسرة يبنى على الكسر، ينصب بالفتحة يبنى على ما زال على الفتح في محل نصب. نعم. كذلك: لا عاملين مقصرون. إذا اسم لا النافية للجنس مبني على الياء في محل نصب. فهمتم هذا؟ ومقصرون خبر لا النافية للجنس مرفوع، ليست مشكلة. طب إن كان هنا مضاف، إن كان ماذا؟ مضاف، يأتي بعده، يعني أن يأتي بعده مضاف إليه نكرة، يعني من باب إضافة النكرة إلى النكرة، مثل مثلا: لا صاحب حق ضعيف. فهمتم هذا؟ إذا هنا لا صاحب حق ضعيف، هنا اسم لا نافية للجنس ماذا؟ نوعه أنه مضاف، إذا هنا سيكون معرب يا إخوة، يعني منصوب علامة نصبه الفتحة. فهمتم هذا؟ يعني مثلا: لا رجل سوء محبوب. إذا رجل اسم لا نافية للجنس منصوب سوء وهو مضاف، وسوء مضاف إليه، ومحبوب ماذا؟ خبر لا نافية للجنس. فهمتم هذا؟ طيب، بعد ذلك الشبيه بالمضاف، يعني اسم لا نافية للجنس ممكن أن يكون ماذا؟ شبيه بماذا؟ بالمضاف. طب ما معنى شبيه بالمضاف؟ هو يأتي غالبا اسم مشتق منون. ما معنى اسم مشتق؟ يعني اسم فاعل، اسم مفعول، أو صيغة مبالغة. فهمتم هذا؟ يعني مثلا: لا كريما خلقه مهان. إذا كريما اسم لا نافية للجنس منصوب، وخلقه فاعل لماذا؟ للصفة المشبهة. ومهان خبر ماذا؟ خبر لا نافية للجنس. فهمتم هذا؟ لأنه إذا هنا معرب. فهمتم هذا؟ طيب، بعد ذلك أنا قلت: لا طالبا للعلم كسول.
إذن هنا طالبا اسم لا النافية للجنس، والجر والمجرور متعلق بماذا؟ باسم الفاعل طالبا. كسول خبر لا النافية للجنس. إذن هنا الخلاصة، هنا أنواع اسم لا النافية للجنس. أولا أن يكون مفرد مضاف ماذا؟ شبيه بالمضاف. طب كيف نفرق بينهم؟ المفرد يعني ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ولا شبيها بماذا؟ بالمضاف. طب حكمه الإعرابي؟ البناء يبنى على ما ينصب به. يعني نأخذ مثال، مثلا لا مهملة، مثلا لا مهملة ناجح، مثلا لا مهملة. انظروا نلاحظ هنا أن اسم لا النافية للجنس هنا مهملة، ما لم يأتي بعده ماذا؟ مضاف إليه. فهمتم هذا؟ هنا مفرد، لذلك يبنى على ما ينصب به. إذا نقول هنا اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. فهمتم هذا؟ طب المضاف هو أن يأتي من باب إضافة النكرة، يعني يأتي بعده نكرة، يعني يأتي بعده نكرة مضاف إليه. إعرابها يعني مضاف إليه. يعني مثلا لا صاحبة، هنا لا صاحبة حق ماذا؟ مهزوم مثلا، أو ضعيف، ضعيف أو مهزوم. انظروا هنا صاحبة اسم لا نافية للجنس، انظروا مضاف إلى ماذا؟ إلى حق. إذا حق مضاف إليه، إذا هنا سيكون معرب، معرب يعني منصوب. إذا هنا سنقول اسم لا النافية للجنس منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة. هنا مبني على الفتح في محل نصب لأنه ماذا؟ مفرد. أما لو كان مضاف، يعني جاء بعده مضاف إليه نكرة، سيكون ماذا؟ اسم لا النافية للجنس منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. طب أتى بعده شبيه بالمضاف. ما معنى شبيه بالمضاف؟ يعني لو كان اسم لا النافية للجنس ماذا؟ مشتق من المشتقات. فهمتم هذا؟ أو وصفا منون. فهمتم هذا؟ يعني مثلا لا طالبا للعلم كسول. إذا هنا اسم كسول، إذا هنا طالبا اسم لا النافية للجنس ماذا؟ منصوب، علامة نصب الفتحة، معرب هنا. لماذا؟ لأنه مشتق من أول. فهمتم هذا؟ كذلك أيضا لا كريما خلقه مهان. إذا هنا كريما ماذا؟ ما يعرب كريما؟ اسم لا النافية للجنس منصوب. فهمتم هذا؟ وخلقه فاعل لماذا؟ فاعل لكريم. نعم، لصيغة ماذا؟ للصفة المشبهة. ومهان خبر. إذن هنا المفرد يعني ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. طب حكمه الإعرابي؟ يبنى على ما ينصب به، يعني مبني إذا كان ينصب بالفتحة فهو مبني على الفتح، ينصب بالياء فهو مبني على الياء. فهمتم هذا في الأصل؟ هذا معرب يعني منصوب على نصبه الفتحة، وهذا معرب منصوب على نصبه الفتحة، هكذا. ننتقل بعد ذلك إلى خبر لا النافية للجنس. أولا مثل ما أخذنا من قبل، إذا خبر لا النافية للجنس هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، بل يكون ماذا؟ بل يكون اسما واحدا مفرد مثلا. فهمتم هذا؟ وهذا الاسم ممكن يكون مثنى وممكن يكون ماذا؟ جمع، هكذا. انظروا، لا عفوا، نعم مثل ما يكون. إذا هنا مثلا لا عالم جهول، إذا جهول هنا خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفع الضم. مثلا لا عدوي، لا عدوين مجتمعان، إذا مجتمعان خبر لا النافية للجنس مرفوع عن رفع الألف. لا منافقين متفوقون، إذا هنا خبر لا النافية للجنس مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الواو. إذا هنا خبر لا النافية للجنس هنا نوعه مفرد، نوعه ماذا؟ مفرد، يعني ما ليس جملة ولا شبه جملة. فهمتم هذا؟
طيب بعد ذلك ثانيا خبر جملة، يعني يأتي جملة اسمية أو جملة ماذا؟ فعلية. يعني مثلا جملة اسمية: لا مؤمن قوله كاذب. إذا هنا لا حرف نافي للجنس، مؤمن اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، قوله كاذب. إذا قوله مبتدأ والها ضمير مضاف، وكاذب خبر لقوله. إذا قوله كاذب مبتدأ وخبر. هذه الجملة الاسمية ماذا؟ في محل ماذا؟ في محل رفع خبر لا نافية للجنس. فهمتم هذا؟ كذلك أيضا لا صادقة هو الممقوط. إذا لا نافية للجنس، وصادقة اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، والممقوط خبر. والجملة الاسمية هو الممقوط في محل رفع ماذا؟ في محل رفع خبر لا نافية للجنس. فهمتم هذا؟ كذلك أيضا خبر لا نافية للجنس جملة فعلية، مثل مثلا لا متكبر يحبه الناس. إذا يحبه الناس، هذه لا متكبرة طبعا، متكبرة طبعا اسم لا نافية للجنس. يحبه الناس هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر ماذا؟ خبر لا نافية للجنس. طب بعد ذلك خبر الشبه الجملة. طب هنا شبه الجملة مثلا لا ساحرة من الأخيار. لا ساحرة من الأخيار، إذا ساحرة اسم لا نافية للجنس، من الأخيار شبه الجملة، متعلق بماذا؟ متعلق بمحذوف خبر ماذا؟ لا نافية للجنس، أو نقول شبه الجملة في محل رفع خبر لا نافية للجنس. كذلك لا عداوة بين المسلمين. إذا لا عداوة اسم لا نافية للجنس، وبين ظرف والمسلمين مضاف إليه طبعا، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر، أو وشبه الجملة في محل رفع خبر لا نافية للجنس. فهمتم هذا؟ طب ننتقل بعد ذلك إلى ظن وأخواتها، وهي أفعال متعدية. هنا لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طب هنا تدخل هنا على ظن وخواتها، هنا هي أفعال متعدية، هنا لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. يعني مثلا الطالب غائب، الطالب مبتدأ وغائب ماذا؟ خبر. جيد. ظن وخواتها تدخل على الجملة الاسمية، يعني على المبتدأ والخبر، تجعلهما ماذا؟ تجعل المبتدأ مفعول أول والخبر مفعول ماذا؟ ثاني. يعني مثلا نقول الطالب غائب، مبتدأ وخبر. لو أنا قلت ظننت الطالب غائبا، إذا الطالب مفعول أول وغائبا مفعول ماذا؟ ثاني. فهمتم هذا؟ إذا ظن وخواتها هي أفعال متعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ وماذا؟ والخبر. فهمتم هذا؟ تجعل المبتدأ مفعول أول والخبر مفعول ثاني. أولا أقسامها تنقسم إلى أفعال القلوب. أفعال ماذا؟ يعني شيء يحدث من القلب ليس من الحواس. يعني مثلا رأى، علم، وجد، درى، تعلم، ألف. هنا رأى ليس رأى بعينيه، أنا أقصد هنا الرؤية القلبية. فهمتم هذا؟ كذلك رأيت العلم نورا، أنا ما رأيت العلم بعيني، ولكن أنا رأيته يعني شعرت به. فهمتم هذا؟ أو وجدته هكذا. إذا هنا رأيت العلم نورا، إذا رأيت فعل وفاعل، العلم مفعول به أول، نورا مفعول به ماذا؟ مفعول به ثاني. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. إذا علم فقط فعل ماض، وتو هنا فاعل، هن مفعول به طبعا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، مؤمنات مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه ماذا؟ الكسرة. كذلك أيضا قال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا. إذا وجد فعل ماضي، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجدناه طبعا هذا الضمير في محل نصب مفعول به ماذا؟ أول. صابرا مفعول به ماذا؟ ثاني. إذا هنا ظن وخواتها تنقسم إلى أفعال القلوب. أولا أفعال القلوب تنقسم إلى أفعال اليقين. ما هي أفعال اليقين؟ ما يدل على اليقين يعني أو التأكد: رأى، وعلم، وجد، درى، تعلم، ألف. بعد ذلك ما يدل على الرجحان. طب ما معنى يدل؟ يعني الرجحان، يعني انظر مثل ظن، قال، حسب، زعم، عد، هب، كل هذه الأفعال مثل ظن بالضبط. فهمت هذا؟ ممكن مثلا ظننتك قويا، ظننتك معلما، أو خلتك معلما، هكذا. قال الله تعالى: وتحسبهم أيقاظا. تحسب فعل مضارع، هم ضمير متصل مبني في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به أول. أيقاظا
مفعول به ثاني منصوب وعلامه نصبه ماذا؟ الفتحه. فهمتم هذا؟ قال الله تعالى وظنوا انهم احيط بهم. اذا ظنوا اول ظن هنا فعل ماضي، ظن هنا فعل ماض هنا مبني على الضم وهو الجماعه فاعل، ان وظنوا انهم الينا لا يرجعون، وظنوا انهم احيط بهم ايضا، وهو وظنوا انهم الينا لا يرجعون. اذا ان وظنوا انهم، ان طبعا اخذناها ان واخواتها ان حرف مصدر ونصب يشبه بالفعل، والهاء ضمير في محل نصب اسم ان، وبعد ذلك الخبر بعدها، بعد ذلك هنا ان واسمها وماذا وخبرها يا اخوه، سياتي منهما مصدر مؤول. مصدر ماذا؟ مؤول. مصدر مؤول، هذا المصدر سيسد مسد ماذا؟ مفعولي ظن. فهمتم هذا؟ بعد ذلك افعال التحويل، يعني من شيء الى شيء ماذا؟ الى شيء اخر. فهمتم؟ يعني مثلا صير العامل الطين حجرا، يعني كانه حول الطين الى ماذا؟ الى الحجر، مثل صير وجعل ووهب واتخذ وترك ورد هكذا. يعني قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اذا جعل فعل ماض، الله لفظ الجلالة فاعل، الكعبة مفعول به اول، قياما مفعول به ماذا؟ ثاني، يعني الكعبة تحولت بعد ذلك الى مسجد وقيام وصلاة الى اخره. بقى قال الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا، يعني هنا إبراهيم مفعول به أول وخليل مفعول به ماذا؟ ثاني. قال الله تعالى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، إذا يردون فعل ماذا؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، كفارا مفعول به ماذا؟ ثاني. إذا الضمير يردونكم، الكاف هنا الضمير مفعول به ماذا؟ أول، وكفارا مفعول به ماذا؟ ثاني. فهمتم هذا؟ طب هنا ملاحظة مهمة، الفعل رأى له لو بمعنى علم وبعده أشياء لا نراها ينصب ماذا؟ مفعولين، مثل رأيت الحق واضحا. إذا هنا رأيت الحق واضحا، هنا إذا هنا الحق مفعول الأول وواضحا مفعول به ماذا؟ ثاني. أما الفعل رأى لو بمعنى أبصر، يعني بالعين بالرؤية البصرية، يعني شيء نراه، سينصب مفعولا واحد، مثل رأيت القمر ماذا؟ مضيئا. هنا مثلا رأيت الحق واضحا، بعد ذلك ما رأيت القمر مضيئا. نلاحظ هنا يا إخوة أن رأيت الحق واضحا، هنا رأى هنا بمعنى ماذا؟ علمت أو وجدت هكذا، فهمتم هذا؟ بمعنى علم، ليس بالرؤية البصرية، هنا الرؤية ليست بالرؤية البصرية. إذا هنا سيكون هنا ينصب مفعولين، فهمتم هذا؟ هذا مفعول به أول وواضحا مفعول به ماذا؟ مفعول به ثاني. أما لو كانت وهنا شيئا لا نراه، هل نحن نرى الحق؟ لا نرى الحق بعيننا. أما لو كان هنا الرؤية البصرية بالرؤية ماذا؟ الرؤية البصرية، فهمتم هذا؟ رأيت القمر مضيئا، يعني أنا رأيته بعيني، إذا القمر ماذا؟ مفعول به فقط. طب ما يعرف مضيئا؟ حال منصوب علامة نصب الفتحة. فهمتم هذا؟ فهمتم الفرق بين، لذلك هنا قلنا أن رأى وعلم ووجد وكل هذا أفعال اليقين، فهمتم هذا؟ نعم. لا ندركها بالحواس يعني. بعد ذلك هنا أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، يعني مثلا لو أنا قلت مثلا ألبست الفقير ثوبا، لو أنا قلت الفقير ثوبا، هل يجوز نخبر عن الفقير أنه ثوبا؟ لا يجوز. إذا هنا ليس أصلهما المبتدأ وماذا؟ والخبر. إذا الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهي كسى وألبس وأعطى وسقى ومنح وسأل وأطعم ومنع وعلم. فهمتم؟ كذلك مثلا قال الله تعالى فكسونا العظام لحما، اذا كسى هنا ماذا؟ فقط فعل ماضي، والعظام مفعول به اول، مفعول به اول وماذا؟ ولحما مفعول به ثاني. اذا العظام لحما يا اخوه ليس اصلهما مبتدا وخبر، لا يجوز ان نخبر عن العظام بانه لحم، فهمتم هذا؟
كذلك قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء، إذن علم فعل ماض، وآدم مفعول به أول، والأسماء مفعول به ماذا؟ ثاني. إذن كسى وألبس وأعطى وسقى ومنح وسأل وأطعم ومنع وعلم، هذه أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ وماذا؟ والخبر. مثل مثلا سأل الفقير، أو سأل، انظر، سأل الفقير الغني مالا، إذن الغني مفعول أول ومال مفعول ثاني. مثلا أطعمت الجائع خبزا، إذن الجائع مفعول بأول وخبز مفعول به ثاني. أعطيت الفقير ريالا مثلا، إذن الفقير مفعول أول والريال مفعول به ثاني. سقيت الظامئة ماء، كذلك مفعول أول مفعول ثاني. منحت الفقير ثوبا، الفقير مفعول أول والثوب مفعول ثاني. فهمتم هذا؟ هكذا. طب هنا الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، ثلاثة ماذا؟ مفاعيل، مفاعيل، وهي أرى وأعلم وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث. يعني انظروا، أعلم المهندس المعلم العامل نائما، إذن هنا أعلم فعل ماضي والمهندس فاعل، المعلم أعلم المهندس المعلم العامل نائما، إذن هنا المعلم العامل نائما مفعول أول مفعول ثاني مفعول ماذا؟ مفعول ثالث. كلا فهمتم هذا؟ أرى المعلم التلميذ المسألة سهلة، إذن هنا التلميذ مفعول أول، المسألة مفعول ثاني، سهلة مفعول ماذا؟ مفعول ثالث. فهمتم هذا؟ إلى آخره. إذن هنا خلاصة النواسخ في صفحة واحدة، في صفحة واحدة هنا. أولا كان وأخواتها، كان ماذا وأخواتها؟ وهي أخواتها، كان، أصبح، أمسى، أضحى، أمسى، بات، ليس، ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، ما دام. أولا تختص بالدخول على الجملة الإسمية، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، يعني اسم كان وأخواتها، وتنصب الخبر ويسمى ماذا؟ خبرها. بعد ذلك كاد وأخواتها، وهي أفعال تنقسم إلى أفعال المقاربة، وهي أوشك، أوشك، كاد، قرب. كذلك أيضا أفعال الرجاء، عسى، حرى، إخلولك. بعد ذلك أفعال ماذا؟ الشروع، بدأ، أخذ، شرع، اتفق، أنشأ، علق، جعل، هكذا. وهي أفعال ناقصة، تعمل عمل كان بالضبط فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، والجملة الفعلية، وعن خبرها الجملة الفعلية في محل نصب خبرها. طب شروط عملها؟ أن يكون الخبر جملة فعلية، فعلها مضارع. فهمتم هذا؟ أن تكون هذه الأفعال جامدة في الماضي ما عدا أوشك وكذا، تعمل في الماضي وماذا وفي المضارع. طيب بعد ذلك إن وأخواتها، إن، أن، كأن، ليت، لكن، لعل. هنا تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى ماذا؟ خبرها. فهمتم هذا؟ طيب هنا لا النافية للجنس من الحروف الناسخة، تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى ماذا؟ خبرها. طب وسميت بذلك لأنها تنفي خبرها عن جنس ماذا؟ اسمها. وإن كان اسمها مفرد يكون مبني على ما ينصب به. فهمتم هذا؟ طب ظن وأخواتها، وهي رأى وعلم ووجد وضرى وتعلم وألف وظن وخال وحسب وزعم وعد وهب وصير وجعل وهب واتخذ وترك ورد. هذه تدخل على المبتدأ والخبر فتجعلهما مفاعيلا لماذا؟ مفاعيلا له، يعني تجعل المبتدأ الأول مفعول ثاني أول، تجعل المبتدأ مفعول أول والخبر مفعول ماذا؟ مفعول به ثاني. فهمت هذا؟ بعد ذلك الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهي ماذا؟ كسى، ألبس، سقى، منح، سأل، أطعم، منع، علم. تنصب مفعولين ليس أصلهما ماذا؟ المبتدأ والخبر. بعد ذلك الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، وهي أرى وأعلم وأنبأ ونبأ وأخبر وحدث وخبر. تنصب ثلاثة ماذا؟ عملها تنصب ثلاثة مفاعيل.